السلام عليكم أرضي وحي نوغو جوكتي عشركي كهوريي وحي نوغاداناي وحي لورين شري كوادران ديسك عشركي أهدو أهدو سنك إمسا واحدو بلاسي هاي كوسك إمسا واحدو بلاسي هاي تانك إمسا واحدو بلاسي هاي هذه سنك بلاسي هاي واحدة لها تانك محانا ده رغال كسنو بلاسو منوغاني لا سعلا ده ويس راعيا ألقا يعني شغالي ده ويس راعيا محي راعيا مين تيشي راعيا بالمانت وحي نليغنا أو دوني إن كالكوليتر كي واحد لورجيه برضه هيسكرين. وار كالكوليتر بدي ده وخير لني رأيك. كالكوليتر كي ونسكت ده إننا ما دام التكنومتر يجي أي نهرو وص عنه إنه أو إنه بعنا إن الامتحانات يكون غلط بلا كالكوليتر أو إنه بعنا بلا كالكوليتر مركب قط إنه شقينه. وهي كالكوليتر أم أو بعنا إنه ده إنه كشقينه ربنا. مركب حلا سمينا أن قال أنا بنسوق هذا إن شاء الله أن قال الله حكم ده التكنومتر فكش هنسمع كمله. وفي سبيشال أنجلس. أنجلا ده حكمي ده 45 و هقال عاقا عانا سين كيسي كس كيسي تين كيسي وينو محان ده وينو وين حفتينا تيردي قوة لامد سيكست قوة لامد وحي نور راعي دورا عشاكا عشاكي كوري وحنا لقاني قوة دلانت الانجلسكي حقل هي عينا 0 ديجري 90 ديجري 180 ديجري 2 ساسوك الامركا قوة سيئنو وحي نوغو بيريان ليسكا اينو حفتينا يلا اسبشا الانجلسكا لكن كواني وحي كدوين ماها ايه محان ده قوة دلانت الانجلو وحن قبعنا ايه نحقيه جنو أرضينا محبين شنو 45 درجة هنكون قيمة قيميس هذا قيمة هم تجيب الكيدين متشيح لقى يعني معنا بعض الناس سمعين أي واحد دوينا صوب وفكرينا بركة واحد كورينا تكلمتري كريشة 45 درجة واحد يجينا ساينكا يكوسكا يتانكا 45 كان يجينا إن شاء الله and واحد نكسر قارنا إنه واحد لين هذا consider the right isosceles triangle ABC isosceles triangle اسمه واحد هاي حق and صدق حاجة لذا لابد نعال إن إسلاجني هذه صدق حاجة الكلامر ده نوع إسلاج قليه هاي هذي أيه دول صار دي لما ده نوع إسلاج قليه هو حصاره إن إيساس راس تراجل مية هذي لما ده نوع إسلاج هين بيس أنجلس كنوع إسلاج لكن ما أنت تراجل كده يسوق معجزة قارو وطايو وارهاي الأنجل وأنا إيساس راس لما مرة أي سوقات إن فيري هذا بقى محن هذا أيه فيري هذا ما هو كويس إنه محن هذا ترايت أنجل تراجل وإيساس راس تراجل لما ده نوع إسلاج هذي لبلا سيس لكالان واحد كترجع شان لبلاً أنقلين يسليكي. وعي محيط الصميم هذا دوام خايب. لبلاً العوي يسليكي. حاجة واحد قاعدنا كنا وين يوندي يوم يجون. هذو كان تيري ديو كنا تيري يوني. هذو كان فور يوندي هاي كنا فور يوني. بس ده حاجة إنه قاعدنا وين يوندي يمكن. هذو كان وين يوندي نقطة كنا وين يوندي بس إنه نقارن. سامحنا إذا نا وين يوندي. أوكي. حاجتين عدل إيش نقطة سجى محيط. سين محن هذا يعني وح information هذا بقى إنه أوجانه ترى عند القصة ده حديث حق رود مارك اللي يسوق جيو وفي هانش اللي بقولي ستيتن صح ورسالة ما حسنتي بقولي ستيتن sum of interior angles of a triangle is 180 degree هاي بقولي ستيتن كي واحد إنه هاي صنع سجاش بين هاي صنع بقولي ستيتن كي ما ده بين سجاش إن كهاي صنع محرد ما سجاش محرد سجاشن كيلا بدن حقلو ده كلو يسليج هينو ويقيف سنة يعني إلا هو إكوال 45 مجا 45 فيك هو سجاشن سجاشن كنو كيو بقولي سيف سانسو كيو نقولين أوكي سين هذا بقى 60 متر فكشن إسكيب أوه هلا 45 كوس كيس يساين كيس يتان كيس يرجعلا دي سين أوه هلا بين عصر ده هذا وين هلا تصاره هنا وينو ورنا وين ينقصوا شقين فيها يعني صدق ترى نع مركي إنه هاي سنو أين 60 متر فكشن إسكت من كستان 60 ورادرين، أوكي؟ دين عدل بين رادرينا، واحد يسوي حسوسي وحي لو نشري بيتكرا ستيرام كان حكروا صارنا، ده بيتكرا ستيرام كان اللي دعين وكجش قين دين عدل، أو بيتكرا ستيرام كان دين عدل مثل الدنيا بحاسو سهرتشي، سيلو سو سهرتشي، واحد لو نشري دين عدل سكوير جري، AB هو سكوير جري، واحد لايك تاي addition وين مركب، AC سكوير بلاس BC سكوير، أنت هسوي واحد نوع لايك تاي AC square AC واو 1 unit 1 square كراي هاي كنا وام هاي واو 1 ميان هاي AC square واحد نو لقت هاي يا مثلا AB square واحد نو لقت هاي وار 1 square كراي واو 1 1 وجي واو 1 بينا حساب هاي 2 AB square 2 هنا صاب the AB كرين وبان ما هنا وارم هذين يعني سكوير كريسين يعني عوين سكوير كلا كسارة دينا كنا وين كسارة كنا وين ما كانوا كسارة من سكوير سكوير كانوا غبا حين حين نصهار يه A B وين نصهارس حقا إن سكوير كانوا كسار وحين نصهار يه محي راديكال تو وين نصهار يه دين عوين هلا يو وحوي ور راديكال
to maradayn soo dhexdeer inaan haysano waan dhaqaaqanaa doonaa in waxaan awood u haysanaa inaan caddayno 745 cos 45 tan 45 maxaan idhahdeen in mid kasta gaarkiisa u caddayno ayay imika duuli inaga doonay arday hadda waxaan u baahanahay xagashaan ka duuli lahay matanaan jusan ka dhiganaa matanaan jusan ka dhiganaa tiban jusan ka dhiganaa xagal alla xagashayna doona maadaama isligii ma jusan ka dhiganaya waa tan ba jusan ka dhiga dad doontaan kan labada waan ka dhigan karaa haddii kan jusan ka dhignaa wankaasuba awsadka inoo noqonaya haye kana arsasan ba inoo noqonaya arsasanka iyo waxay isleeg awsadka habitinis isagu markasta waa ka gaaro waa dhinaca ugu dheero isagu war hadhi karto okay tii matal bixi shay 10 keenii labaad waxaan ku qaadanay saynka maxaa lagu helaa hadaba hadaba angalkaas saynkiisu baynu baahnaynaa waxaan u baahnaa maxay angalkaas saynkiisu waxaan oranayaa sin 45 wuxuu leeyahay dhinaca la yiraahdo opposite-ka dhinaca la yiraahdo maxay opposite-ka opposite-ka inimi waa 1 opposite-ka maxay waa 1 oo loo qaybiyay habitinis-ka habitinis-ka maxay noqonayaa sabana radical theory ma noqonayaa halka waxa isku dayn karnaa waa qodob fontuuga waxa ku soo aragteen wixii loo dhinjir rationalizing denominator imka hooseeyo waa irrational number way maadaama hooseeyo irrational number yahay irrational number maxaa rational ka dhigi kara isaga leftarkiisu baa labada dhinac wada ka dhufanaya kaana ka dhufta ina one times radical 2 maxay noqonayaa waa radical 2 radical 2 times radical 2 na maxay noo leeyahay 2 inuu leeyahay okay maanta laga bilaabo 745 qiimihiisa waxaad qaadanaysaan radical 2 difaar bay tu qiimihii waan haysanaa qiimihii 745 waynu haysanaa qiimaha lagu dhago casharada inaga dambeeya oo dhan saamiin ba ku yaalo insha Allah koski ayaan imaynaa insha Allah cos 45 muxuu leeyahay cos 45 waxa inoo leeyahay waa arjasanka oo loo qaybiyay habitinis-ka kosku waxa inoo leeyahay arjasanka oo loo qaybiyay habitinis-ka casharka inaga ku soo aragnay waa 1 divided by radical 2 the same value marka qarkood waxa haboon bay cos 45 intan la qaato marka fractionada la eegayo iyo qaabka xisaabta isugu goosanayso inta badan leeyahay wax qurux badan saa loo qoro san iyo san waa qiimo isku mid same value way marka waxa weeye kan intii ka hor inoo soo bixin bay noo soo baxaya laakiin ka su'aal baa ka taal maxaa isku leekaade same 45 iyo cos 45 la sort iskuulka kaleen bay idiga doonay marka hooy sort iskuulka kaleen waxa weeye dan jawaabta maxaa nadiin si siyaba emela fikrad duud kii kartaan walaad waa dibiya baan la siinayaa 45 45 isku geeyo sagaash laba xaqlooda marka la isugu geeyo sagaash aan siinay wax laada complementary angle isba la yiraahdo saadraad inta laba xaqlooda complementary angle hadii saahan inuu haysano 45 iyo hadan mahdan haysano 50 iyo 40 labadooda isu geeyo waa 90 complementary waa la yiraahdo maxay isla kan sankiisa iyo kan kosiisa isla dayn kama ka soo tii iskuulka kan labadoodu waa labada maxay isla kosigisti iyo sankisti waa isla sankisti waa isla soo tii iskuulka kan waa maxay labadan isu geeyo sagaash oo complementary angles halka aan faahfaahin ku arnaa maxay complementary angles inay sanku iyo kosku isku wadaaranayaan oo hadda angle haysto sankisi ka complementary gala ana kusiisi wax isla ka dhigan sas face face ka soo qaadan maxay nagu dhimaarday thank you bayna ku dhimaarkaas 1045 angle ka 45 thank you sayn u baahnaay oo tanka maxaa lagu jiraa waxa lagu jiraa opposite-ka oo loo qaybiyay adjacent-ka oo meel aad ka nagu soo noqon doona base-na aad u ilaaliya opposite-ka in hadda maanta waan wax isla kaana waa 1 iyo 1 wana wana qaybiyay waa waan wana markaan wana qaybna waxa noqonaya waan bayna noqonay hal aan xayno soo baxay sin kar ee rugaalkiisu ee sin ku waxay waa 45 and sin 45 waa radical 24 by 2 muxuu rugaalkiisu noqonayaa waa yaade cos sec 45 muxuu noqonayaa cos sec 45 cos 45 waxa loo yeeyay de kanu kala roga waa radical 24 by 1 radical 2 ma sareey ka dhigana waan kan maxaan ka dhigina waxay man ka dhigana en kan waa lam kan walam thank you halka iska leeyay thank you iyo cod kale oo iska leeyay no haday in one kale rugana cod 45 no one been like ay marka rugaalada sa insha Allah diirada uga waray en saddexda muhiim ka bay inuu ka ku aragno ku hay naga dhiman hadba marka imka waxay naga dhiman 30 iyo
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.